دريم. النهارده في 27 محافظ ونوابهم وعددهم 18 أدوا بالفعل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد طبعا الإعلان بشكل رسمي عن حركة المحافظين. حركة المحافظين الجدد أبقت بالفعل على 5 في مناصبهم ونقلت محافظ دمياط لكفر الشيخ وأعلنت تعيين 21 محافظ جديد. حركة المحافظين المرة دي كانت الحقيقة مختلفة عن كل الحركات السابقة، لأنه عدد كبير جدا من نواب المحافظين تم اختيارهم من البرنامج الرئاسي للشباب البي ال بي. وخلونا بس نقف قليلا كده مع الشباب الرئاسي البي ال بي، لأنه مش كل الناس عندهم يعني فكرة كافية عن هؤلاء الشباب. المجموعة دي المجموعة اللي احنا عارفين طبعا وتابعنا في وسائل الإعلام المختلفة على مدار السنتين ثلاثة أربع سنوات الماضية، مجموعة الشباب اللي التحقوا، كان في دفعة أولى ثم دفعة ثانية وفي دفعة ثالثة بيتم بالفعل تجهيزها من الشباب اللي بيدخلوا برنامج الرئاسي، وبيتم طبعا إعطائهم دورات معينة، التعامل معهم بطريقة معينة، تأهلهم لأن يقودوا وأن يتولوا مناصب سياسية في المستقبل. والشباب دول الحقيقة مش بس بياخدوا دورات كده، إنما الشباب دول بياخدوا كمان علوم مختلفة، علوم تؤهلهم لهذه المناصب. على فكرة الفكرة مش بس إن أنا أطمح إن أنا يبقى عندي شاب ماسك منصب، ما هو تمكين الشباب يا جماعة ما بيجيش كده من فراغ. تمكين الشباب يعني وضع الشاب المناسب صاحب القدرات والكفاءات المناسبة في المكان المناسب ومتابعته ومتابعة عمله. والله زيه زي أي محافظ تاني، أي منصب تاني، أي وزير تاني أثبت كفاءة وأثبت جدارة، تمام إحنا معاه. لم يستطع القيام بالعمل بالشكل المناسب أو المتوقع عليه، خلاص نبقى عارفين. لكن في النهاية فكرة إنه هؤلاء الشباب بعد فترة كبيرة من تدريبهم واختباراتهم، وعلى فكرة الشباب دول هم الوقود، لو حضراتكم بتتابعوا على مدار السنوات الماضية منتديات الشباب اللي بتعقد طبعا في محافظات مصر المختلفة، ومنها منتدى الشباب العالمي اللي عقد بالفعل العام الماضي في شرم الشيخ، وإن شاء الله اللي جاي كمان في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر، وحنتكلم بكرة مع حضراتكم بالتفصيل أكتر عنه. الشباب دول شباب البرنامج الرئاسي هم وقود هذه المنتديات، هم اللي بيختاروا كل حاجة من أول الفيديوز اللي بتتعرض، الجرافيكس اللي بتتعمل، المزيكا اللي بتتلعب، التنظيم، التجهيز، التوضيب، فكرة المحاكاة، أفكار الندوات نفسها اللي بتتعمل، هم اللي بيطلبوا، هم اللي بيكتبوا بيقولوا إحنا عايزين نناقش برنامج الحكومة، إحنا عايزين نناقش الاقتصاد، إحنا عايزين نناقش السياسة، إحنا عايزين نعرف مستقبل التعليم في مصر، إحنا عايزين وزير كذا يقعد على المنصة دي ويتسأل أسئلة كتيرة جدا متعلقة بمكانه بمنصبه بتفكيره بتوجهه، وحيعمل إيه وحيقدم إيه للوطن وحيقدم إيه للمواطن المصري. كل ده جاي وجاب الفعل من شباب البرنامج الرئاسي. أنا الحقيقة كان ليا يعني بجد مش مجاملة والله، بس يعني كان ليا الشرف إن أنا في منتديات كتيرة قابلت عدد كبير من هؤلاء الشباب، واشتغلنا مع بعض وجهزنا لما كنت كمان بقدم إحدى الندوات دي في منتدى الشباب العام الماضي. اتعاملت كمان معاهم بقى عن قرب، كنا بنقعد من الصباح الباكر لغاية المساء بنشتغل مع بعض ونعمل ريسيرشز على الانترنت وننزل شغل ونتكلم ونتناقش. شباب يعني مش قادر اقول لحضراتكم قد ايه طموح وقد ايه مثقف وقد ايه على علم ودراية باللي هو بيعمله. هي مش فكرة بس ان انا عضو او انا بنتمي وانتسب الى برنامج الرئاسي، لا، انا عندي طموح وانا عندي فكر وانا عايز افيد الوطن وانا عايز امثل شباب مصر، وعايز لما إن شاء الله في يوم من الأيام أتقلد منصب رسمي، ومش مستعجل عليه، يجي وقت ما يجي المنصب ده، بس أنا عايز يوم أتقلد المنصب الرسمي ده بإذن الله أرفع راس كل شباب مصر وأرفع راس كل زملائي في برنامج البي أل بي، وأقدم شكر وعرفان لكل اللي وقفوا جنبي في هذا البرنامج واللي دعمونا واللي اختارونا عن طريق شغلي وعن طريق مجهودي وعن طريق كفاءتي. الحقيقة النهاردة الرئيس اجتمع المحافظين بعد ما أدوا اليمين الدستورية، وطبعا كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حاضر، واللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللي كل هؤلاء المحافظين طبعا بيرجعوا له في الترتيب، أو يعني هو مفروض مديرهم، هو اللي بيظبط الأداء معاهم، هو اللي بيتابع التكليف بالمهام ليهم.
وكان الحقيقة يعني اجتماع مهم جدا، والرئيس اتكلم معاهم وقال لهم احنا عايزين، طبعا الاول قال لهم يعني اطيب التمنيات وان شاء الله يبقى فيه توفيق ونجاح في اداء مهنكم، ووصاهم بقى كتير، وصاهم على مصر، وصاهم على المواطنين المصريين، وقال لهم احنا عايزين شغل اكتر، وعايزين عمل جماعي، عايزين التيم ورك، العمل الجماعي، عايزين التنميه، عايزين البناء، عايزين الدقه، عايزين الطاقه الايجابيه، عايزين القدره ان احنا نحقق الانجازات، عايزين نبث الامل الحقيقي في نفوس المواطنين. انتوا وراكم شغل كتير جدا، واعتقد انه النهارده في ظل تحديات كثيره مصر مرت بها على مدار الاربع سنوات الماضيه، اعتقد انه اي شخص بيقبل ان يقلد منصب رسمي في هذا البلد اعتقد انه بيكون مدرك بشكل كبير جدا انه ده تكليف، وتكليف مهم جدا، وتكليف وطني في وقت حساس جدا بيمر به الوطن، ومحتاجين الحقيقه للطاقه الايجابيه، ومحتاجين للعمل الحقيقي، ومحتاجين لكل صاحب منصب ان يكون على قدر هذه المسؤوليه.